6/4/2013 على القصف العشوائي على استبيك الرأس في زهر الغاب محافظة حماة. آثار الدمار في هذا المنزل حيث قصف ليلة أمس بصواريخ الجراد، حيث تتعرض هذه المنطقة يوميا إلى القصف العشوائي باستخدام المدفعي الثقيلي وصواريخ الجراد. هذه أثار الدمار من الداخل. أصيب المنزل تقريبا بشكل كامل بالشظايا التي انفجرت من القذيفة التي أرسلت إلى هذا المنزل.